بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعض أبناء الطلاب، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في درس جديد من دروس اللغة العربية في الوحدة التعليمية الأولى، أنا أسافر أنا أطلع، نشاط فقراء أم أغنياء، الكفاية العامة 2-1. المعيار يحدد الغرض من النص، فهيا بنا يا أبنائي لنتعرف على هذا الدرس. أصف ما أراه في الصورة السابقة بلغة سليمة. هل هو السؤال التمهيدي يا أبنائي؟ هيا بنا لنصف الصورة التي أمامنا بلغة سليمة. تفضل يا بني، تحدث. بارك الله فيك يا بني، أحسنت، إجابة صحيحة ورائعة. أرى منازل من الكوخ في مساحات كبيرة من الحقول الخضراء والأشجار العالية التي تدل على حياة الريف. أحسنت يا بني، بارك الله فيك، أنت رائع. ثانيا القراءة. هيا بنا يا أبنائي نقرأ القصة قراءة صحيحة متصلة. ذات يوم اصطحب أب بالعائلة الثرية ابنه في رحلة إلى الريف، وأقضيا بضعة أيام بلياليها في مزرعة صغيرة لأسرة فقيرة. وفي طريق العودة سأل الأب ابنه كيف رأيت عيش الفقراء؟ أجاب الابن: رأيت أننا نملك حوض سباحة تصل مساحته إلى منتصف الحديقة، وهم يملكون بركة ليس لها نهاية، وفي الليل نحن نستضيء بالفوانيس في حديقتنا وهم يستضيئون بالنجوم، كما أن باحتنا تنتهي عند الساحة الأمامية وهم لديهم الأفق بأكمله، ونحن لدينا قطعة صغيرة من الأرض لنعيش عليها وهم لديهم الحقول على مد البصر، ولدينا من الخدم من يخدمنا وهم يخدمون غيرهم، ونحن نشتري غذاءنا وهم يزرعونه، ونحن نملك أسوارا تحيط بممتلكاتنا لحمايتنا وهم لديهم أصدقاء لحمايتهم. وفي حين كان الأب عاجزا عن الكلام أضاف الابن: شكرا يا أبي، لقد بينت لي كيف أننا فقراء. بعد أن انتهينا من قراءة الدرس يا أبنائي، هيا بنا نتعرف على بعض الكلمات ومعانيها. الكلمة الأولى كلمة باحتنا. ما معنى باحتنا؟ أحسنت يا بني، بارك الله فيك يا فهد، إجابة صحيحة، ما شاء الله عليك يا فهد. باحتنا تعني ساحتنا. كلمة ثرية، ثرية تعني، أحسنت، بارك الله فيك يا براك، إجابة رائعة، تعني غنية. كلمة بينت، لقد بينتني، ماذا تعني؟ أحسنت يا راشد، بارك الله فيك، تعني وضحت. الأفق تعني، أحسنت، خط ينتهي عند امتداد البصر، بارك الله فيكم يا أبنائي. الفهم والاستيعاب، أتعاون مع مجموعتي لتعرف معاني الكلمات التي وضعت تحتها خطا بالوسيلة المناسبة. أتحاور مع زملائي لوصف ما يأتي. أولا مكان الرحلة، أين يوجد مكان الرحلة يا أبنائي؟ أين كانت الرحلة؟ أحسنت، بارك الله فيك يا عبد العزيز، ممتاز. مكان الرحلة هو
الريف في مزرعة صغيرة لأسرة فقيرة. سلت بارك الله فيك يا عبد العزيز. هيا يا عبد الله اذكر لي شخصيات الرحلة، بل الشخصيات التي ذكرت في هذه القصة أو الرحلة. أحسنت يا عبد الله، الأب الغني والابن والأسرة الفقيرة. بارك الله فيك يا بني. أعقد مقارنة بين الأغنياء والفقراء بعبارات موجزة في ضوء فهم النص. الأغنياء الفقراء الأغنياء، أحسنت يا بني، متواكلون ينتظرون من يساعدهم، يشعرون بالخوف وعدم الأمان. أما الفقراء نشيطون يعملون بأنفسهم، والفقراء أيضا يشعرون بالاطمئنان والأمان. أحسنت يا بني، بارك الله فيك، إجابة صحيحة ورائعة، جزاكم الله خيرا. أجيب التعاون مع زملائي عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول، بما تصف الابن في هذا النص؟ أحسنت يا بني، بارك الله فيك، إجابة رائعة، أصفه بالذكاء والتواضع. السؤال الثاني، ما سبب عجز الأب عن الكلام؟ لأنه تفاجأ بردود ابنه الذكية. أحسنت يا فهد، بارك الله فيك، إجابة رائعة، أنت رائع. لماذا شكر الابن أباه؟ أحسنت يا بني، بارك الله فيك يا راشد، لأنه أتاح له الفرصة بالتعرف والمقارنة بين حياة الأغنياء وحياة الفقراء. بارك الله فيك يا بني. الممارسة، أولا أبين ما يأتي. الهدف الذي أراده الأب من وراء هذه الرحلة، ما الهدف الذي أراده الأب من وراء هذه الرحلة لابنه؟ بيان النعمة التي يعيش فيها الابن ليشكر الله عليها. فيجب علينا يا أبنائي أن نشكر الله على نعمه التي أعطاها لنا، ويكون الشكر بأداء الفرائض التي أنعم الله بها علينا، والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وبالجد والاجتهاد في الدراسة وبطاعة الوالدين. أحسنت، بارك الله فيكم. أبين النتيجة التي توصل إليها الابن بعد الانتهاء من الرحلة. تفضل بني. أحسنت، بارك الله فيك. توصل الابن أن الغنى غنى النفس، وأن القناعة والرضا هما مصدر الثراء والسعادة للنفس. أحسنت يا بني. أتعلم من القصة ما يأتي. تفضل، تفضل يا عبد الله، بارك الله فيك. ممتاز. أتعلم أن المال لا يصنع السعادة بل القناعة والرضا. ذهب أن رؤية حياة الآخرين تفيدنا أكثر من النصح والإرشاد. بارك الله فيك يا بني. أستخلص الغرض الرئيس من القصة في صياغة سليمة واضحة. الغرض الرئيسي هو بيان أن السعادة ليست بكثرة المال والقصور، بل بالرضا عن النفس والقناعة بالحياة التي نعيشها. أحسنتم يا أبنائي، بارك الله فيكم، وإلى هنا ينتهي الدرس، وإلى اللقاء القريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.